فضيلة الشيخ، إذا مني أخذت من إنسان أعطاني مثلا 500 ريال سلف، فبعد مدة أرجعتها له 600 ريال من نفسي أنا، زدت له مثلا 100 ريال وما طلب مني، هذا يدخل في الربا وما يدخل في الربا؟ سمعتم هذا؟ يقول إذا أقرضني رجل 500 ريال وعند الوفاء أعطيته 600، هل هذا من الربا أو لا؟ نقول ليس من الربا، ليس من الربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم أحسنكم قضاء، وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه بالوصف فكذلك أزيد في العدد ولا فرق. يعني لو أنك استسلفت منه صاع رز من الصاع من الرز الوسط ثم أعطيته صاع رز من الرز الجيد، يجوز أو لا؟ صار يجوز. طيب إذن لو أعطيته الصاع ونصف ما في مانع، بشرط أن لا يكون مشروطا عند القرض، إن كان مشروطا عند القرض فلا يجوز.